مصر تنمو، سكانها يتزايدون، اقتصادها ينمو ويزدهر، وبالتالي تتزايد أيضاً احتياجات البلاد لحلول النقل المتطورة، وهي الاحتياجات التي يجب أن يتم تغطيتها بطريقة سريعة ولتخدم جميع المصريين. إن الدولة تمهد الطريق لإقامة أحد أكثر نظم النقل استدامة في البلاد. تتشرف سيمنز موبيلتي بإنشاء شبكة حديثة لخطوط السكك الحديدية السريعة في مصر. ستعمل شبكة السكك الحديدية الجديدة والتي يتعدى مجموع أطوالها لحوالي 2000 كيلومتر على ربط 60 مدينة في مصر بالقطارات الحديثة التي تصل سرعتها حتى 230 كيلومتر في الساعة، وسيتمكن حوالي 90% من المواطنين في مصر من استخدام هذه المنظومة المتكاملة والحديثة والآمنة في تنقلاتهم اليومية. تتألف شبكة خطوط السكك الحديدية عالية السرعة من 3 خطوط، أولها خط مماثل لقناة السويس، ولكن عبر خطوط السكك الحديدية بطول 660 كيلومتر ويربط بين العين السخنة الواقعة على البحر الأحمر ومدينتي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط. يبلغ طول الخط الثاني حوالي 1100 كيلومتر ويربط القاهرة بأبو سمبل مروراً بمدينتي الأقصر وأسوان، وهو ما يعني ربط العاصمة المصرية العملاقة بالمراكز الاقتصادية الناشئة في صعيد مصر. أما الخط الثالث فيصل طوله لحوالي 225 كيلومتر من مدينة قنا وحتى سفاجة مروراً بمدينة الغردقة. وفي إطار هذا المشروع العظيم ستقوم سيمنز موبيلتي وشركاؤها أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب بتصميم وإنشاء ووضعه في التشغيل كمشروع متكامل بنظام التسليم المفتاح، بالإضافة لتقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عاماً. إن هذا التحالف الذي يضم الشركات الثلاث سيسهم في تنمية المهارات والكوادر المحلية في هذا القطاع والمساعدة في تطوير وإعمار المناطق التي يمر بها ونقل البضائع منها وإليها. سيعمل هذا المشروع العملاق على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر وتحويلها لمركز إقليمي فائق التطور لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة. لقد بدأ عصر جديد للسكة الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.